وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عدن العقيد الركن ياسر صالح الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا سيادة العقيد في هذه النشرة. بداية، ما تفاصيل الوضع الميداني العسكري في حيس؟ حقيقة الميليشيا الحوثية في الأيام الأخيرة، الأربع الأيام الأخيرة، تشن هجمات واسعة ليس فقط في محور حيس. هناك ضربات حدثت البارحة واليوم في محور حيس، وتم الرد عليها بطريقة مباشرة ودقيقة. استطاعت أن تحقق أهداف دقيقة سواء باستهداف مرابط مدفعية أو حتى نقاط الاستناد القوية لدى الميليشيا الحوثية في هذه الجبهة تحديدا. ولكن أيضا الميليشيا الحوثية اليوم حاولت تسلل في جبهة الفاخر، والقوات المشتركة ردت عليها بقوة واستطاعت أن تفشل الهجوم وتسقط طائرة مسيرة. أيضا أسقطت طائرة مسيرة في محور صادة، أسقطت طائرة مسيرة في محور الجوب. وهنالك اليوم هجوم حوثي نستطيع أن نسميه هجوم مكتمل الأركان، لأنه شمل شمال تعز، وأيضا بعض الاشتباكات المتقطعة في غرب تعز، وأيضا اشتباكات في شرق تعز. وبالتالي الميليشيا الحوثية مع وجود الماراثون السياسي الذي يقوده المبعوثين خلال اليومين ووصولهم إلى الرياض واليوم وصولهم إلى اليمن، يحاول دائما أن يصطاد في الماء العكر ويبدأ التحركات في ظل وجود هذه العمليات السياسية. طيب سيادة العقيد، لماذا هذا التصعيد بالتزامن مع هذه الزيارات للمبعوث الأممي لعدن؟ الميليشيا الحوثية معروف عنها أنها انتهازية بما تعنيها الكلمة، لذلك هي تحاول دائما أن تحقق أكبر قدر من المكاسب. ومعلوم أن القوة على طاولة الحوار السياسي تأتي من القوة على الأرض، من موازين القوى على الأرض، وبالتالي هي دائما ما تحاول أن تجلس على طاولة الحوار وهي في وضع القوة. ولو شاهدنا عند جلوسها في اتفاقية ستوكهولم وهي في حالة مكسورة في حالة تقدم القوات المشتركة وتحقيق الانتصارات حتى داخل الحديدة، كانت صاغرة ووقعت على الاتفاقية وبعد ذلك تنصلت عنها رغم أنها هي من نادت بها. وبالتالي دائما الطاولة السياسية تحتاج إلى وضع ميداني قوي، وهذا ما تسعى إليه الميليشيا الحوثية. إضافة إلى ذلك أنها استغلت الضغط الدولي دائما على في اتجاه الحكومة الشرعية ولتقديم التنازلات، وبالتالي تحاول في كل جولة من جولات المشاورات أن تحقق مكاسب أكثر سياسية لصالحها عبر الضغط الدولي والضغط الإقليمي على الحكومة الشرعية. طيب سيادة العقيد، بالنسبة للمواطنين، ماذا عن حصيلة القصف الحوثي لمنازلهم؟ حقيقة المواطنين هنالك حصيلة حقيقة مرتفعة جدا، حتى من الميليشيات الحوثية أعلنت منذ أيام أنها خسرت حوالي 298 ضابط أثناء فترة الهدنة، أي أثناء قيامها بالخروجات. ولكن نتحدث عن حصيلة اليومين التاليين، هنالك أيضا خسائر في الميليشيا الحوثية، ولكن كان اليوم هنالك خسائر في المدنيين في مدينة تعز قرابة شخصين، وأيضا إصابة في الأسرة التي أصيبت في قصف الطائرة المسيرة التي سقط على منزلهم ونفوق عدد من المواشي، إضافة إلى الذعر الذي أصاب هذه الأسرة بما فيها من أطفال ونساء. يستمر المسلسل الحوثي في إراقة الدماء خصوصا عبر قناصي في خطوط التماس المباشرة داخل المدن وخارجها. تظل الميليشيا الحوثية دائما تعيش على الدم، ولا يمكن السعي وراء أحلامها في السلام لأنها ليست جادة في السلام. وبالتالي الخسائر التي يتحملها الشعب اليمني جراء السلام الموهوم والهدنة الموهومة تكلفتها أكثر بكثير من الحتم العسكري، وهذا ما شاهدناه في مدينة الحديدة. عندما وصلت القوات إلى داخل مدينة الحديدة كانت الإصابات المدنية تكاد معدومة، وبعد توقيع اتفاقية ستوكهولم خلال الفترة السابقة كان هنالك أكثر من 2200 شهيد وجريح من الغام الحوثي ومن إصابات الحوثي المباشرة عبر القناصات. وبالتالي كان تحرير مدينة الحديدة لن يكلف هذه التكلفة البشرية المدنية الخالصة، نعم. لكن هذا ما جرت عليه الأمور. أنا أشكرك سيادة العقيد الركن ياسر صالح الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن.